لما يبقى في مشهد بتعيطي فيه، بتفتكري حاجة معينة عشان تعيطي؟ الاول زمان وانا اتضايقت من نفسي، ما يعني حسيت انه غلط، يعني ما اعرفش، عارف انت بنخاف شويه من التفويل والحاجات دي زمان. انا يعني ما يعني انا بتاثر قوي باي طفل في العالم نفسيا، حتى قبل ما بقوم، واي حاجه تاذي اي طفل بتوجعني كانه اذاني انا واكتر يعني. فكنت بتخيل بقى حاجات حصلت حقيقيه في الحياه وعيش فيها في الدراما، او اي حاجه تخص اهلي، اي حاجه حصلت لهم، او اتخيل ممكن اي حاجه تحصل لحد من اهلي. فكنت بنسى المشهد، انسى كل حاجه وانهار. فبعدين لقيت انه لا، يعني ضايقت من نفسي، وانه زي ما في واقع في خيال، فانا بعيش في الخيال في التمثيل، بان انا مثلا ايمان لا بعمل مثلا شخصيه مروه مثلا، فلا عيشي مروه، بعمل لمروه هيستوري، فلما مروه يحصل لها اي حاجه تخليها المفروض هتعيط، فبعيش مروه جدا. فبدات ان انا اعيش الشخصيه قوي، والازمه اللي حصلت لها تخليها تعيط، فبخلي الازمه دي اللي تخليني اعيط بتروح بس. معاكي ولا بتسيبيها في اللوكيشن؟ لا بسيبها في اللوكيشن. شاطر. يعني انا عارفه تجارب نجوم عمالقه مصريين واجانب، وده كان اكتر حاجه مخوفاني، انا بتاثر جدا، والحاجه يعني سهله انك انت يبقى ليك حركه مثلا معينه بتعملها طول الوقت، فتلاقيني خدتها منك. فتجارب الناس النجوم اللي اتاثرت بالشخصيات وعاشت معاهم بره اللوكيشن خوفتني انا، فبقيت مركزه جدا ان انا ما اعيش بالشخصيه، حتى يعني مش في كمان فتره الشغل العمل اللي هي الشهور، لا هو يومها خلاص. انا قولي لي بقى مين اللي شفتيهم لا ما كده؟ شفتش، انا سمعت الحقيقه. انا طبعا مين اللي سمعت؟ انا كان نفسي طبعا في حياتي ان انا اشتغل مع النجم الراحل احمد زكي، و الله يرحمه. يعني الله يرحمه. فانا سمعت يعني من ناس مقربين لي، سواء نجوم سواء صحفيين اعلاميين كبار، ان هو كان الشخصيه اللي اي شخصيه بيجسدها هو بيمثل قوي، يعني بكل حاجه، يعني بدماغه لمدرسة بقلبه معينة. بعقله بجسمه وكل حاجه، فبيعيش الحاله، بيعيش البواب، وبيعيش الضابط، وبيعيش الوزير حقيقي في حياته جوه اللوكيشن وبره اللوكيشن. فاللي انا اعرفه او اللي انا سمعته، يعني انا مش متاكده طبعا اذا كان صح ولا غلط، ان هو اتاثر نفسيا بكل الشخصيات اللي هو جسدها، فده حمل صعب جدا على البني ادم الطبيعي، يعني او البني ادم ان هو يشيل كل المشاعر الحزن والفرح بتاعت كل الشخصيات دي، فبتغير في شخصيته هو، ما بيبقاش شخصيته الحقيقيه قادر يدور قادر يلاقيها يعني. فده اللي سمعته عن النجم الراحل احمد زكي، يعني مش متاكده اذا كان حقيقي ولا لا يعني، بس سمعت عن نجوم كتير كبار بس مش فاكره يعني مين انت خفت بصراحه. من كده، خفت انك طبعا. بإيمان تتغير او حاجه؟ فبقيت مركزه جدا انه ايمان هتفضل ايمان بره اللوكيشن، جوه وكمان مش جوه اللوكيشن وانا في الاوف، يعني لو في مشهد شغال من غيري لا انا ببقى ايمان، ما ببقاش الشخصيه برضه، انا وانس قدام الكاميرا بس. ايمان